وعلى الناطق بالصدق والصواب أمير المؤمنين سيدنا أمي الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى كامل الحياء والإيقان أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى غالب كل غالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه الكريم، وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة وسائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. يا الله يا رحمن يا رحيم، اللهم ارحمنا، اللهم اغفر لنا، اللهم انصرنا، اللهم ارزقنا. يا الله يا رحمن يا رحيم، اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وتم وأهم وأعظم وأكرم وأكبر جل جلاله. صفحوں کو سیدھا کر لیں، خاص کر موبائل آف کر لیں. اللہ اکبر، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين.
وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.